On a tree, I'm just sitting here. ان شاء الله امكم يا رب تكون بخير وعلى خير. معكم ايمان من قناتي وقناتكم ايمان شاليم. ان شاء الله فيديو جديد على القناه. اول حاجه الا كنتوا اول مره كتشوفوا لا فيديو ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك الزر الاحمر صابني ان سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم جميع النوتيفيكاسيون ديال لي فيديو اللي كنحط في لاشين يوتيوب. اليوم ان شاء الله فيديو جديد على القناه وغنبين لكم على واحد البرودوي من البرودويات اللي ديجا بارطاجيت معكم ولكن ما كنتش يعني عطيت لكم رايي الاخير فيه ولكن من بعد جيت اليوم ان شاء الله باش نبارطاجيه معكم. علاش لا؟ اللي كيعجبو هذا النوع ديال الفيديوهات مرحبا و الف مرحبا. اللي ما كيعجبوش هذا النوع ديال الفيديو نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو على فلوغ جديد اللي اكيد غينا الاعجاب ديالكم. فملي دويت لكم على التريتمون اللي كنت استعملت ودويت لكم على الفرق ديال ايفاكلار ديو ايفاكلار كا ودويت لكم انهم كذلك كاينين جوج الانواع اللي كيتستعمل بالنهار وكاين اللي كيتستعمل بالليل ديال النهار اللي فيها الحمايه. فكذلك هاد سيكابلاست هادي فيها جوج كاينه ديال النهار وكاينه ديال الليل. هادي اللي عندي انايا فهي ديال الليل وبالنسبه ديال النهار كتكون فيها الحمايه ديال النسبه ديال 30%. فهاد سيكابلاست هادي بي ام بي 5 اولا كتستعمل لجميع الفئات العمريه يعني الصغار والكبار وكذلك بالنسبه للدراري الصغار اللي عاد زادو اي لي بيبي. وكتكون هاد وكتكون هاد سيكابلاست هادي من البونتينال بالنسبه ديال 5% وفيها كذلك ميديكاسوسيت بلس لا غام والزنك والمنغنيز. وكذلك الاسم الثاني اللي عند هاد سيكابلاست هادي اللي هو بيم بي 5 والفيتامين بي 5 اللي كيتستعمل المناطق الجافه والملتهبه. وكذلك هاد التريتمون هذا اولا هاد هاد البومادة هادي كيعطيها للديرماتو للناس اللي كيتستعملوا تريتمون ديال كوراكني لانه هاد التريتمون هذا كيخلي البشره الجافه بزاف وكتقشر يعني كيستعملوها على الوجه وكذلك للشفاه وكتستعمل كذلك الاقدام. وبالنسبه للميديكاسوسيد اللي هي ماده ضد الالتهاب وعلاج نبذات الحبوب والجروح والحروق وكذلك احمرار وتهيج البشره وكذلك تشقق الاقدام. وكذلك ممكن انك تستعمليها من بعد البيلاسون بالاخص ان هاد سيكابلاست هادي راها سون بارابين اي سون بارفان. فبالنسبه ليا انا كان الحبوب اللي هو خفيف فكنت كنستعملها مره في الليل يعني كنستعملها غير بالليل. وبالنسبه للبنات اللي عندهم يعني لي سيكاتريس ديال الحبوب الحبوب اللي هو باين كيستعملوها كذلك يعني ديرماتو كيعطيها الناس اللي عندهم حب شباب اللي عندهم اثار ديال الحروق اللي عندهم اثار ديال الجروح فالطبيب كينصحك انك تاخذي سيكابلاست بالاخص هذيك اللي كتكون فيها الحمايه ديال 30% او 50% فكتستعمل بالنهار وبالليل. فبالنسبه لي انا كتجربه شخصيه بالنسبه لي فانا كان عندي الحبوب اللي هو خفيف فكنت كنستعملها غير بالليل. وما تصوروش البنات انها كذلك كترطب كذلك الوجه بواحد الشكل اللي هو جميل بزاف. انا انفو كنستعملها بالليل وكنبقى ديك نص ساعه حتى ساعه باش الوجه ديالي يستفد منها ما مشيش ديريكتومون نديرها ماشي نعس لانه مخده كلها غتاخذها ليا. فكنجلس مده ديال نص ساعه حتى ساعه كنتاكد ان داك البوماد يعني تشربات ليا الوجه ديالي شربها ابري تنعس تنفيق صباح عاوتاني تنغسل الوجه ديالي بالغسول اليومي وكندير مرطب ديال الوجه. كذلك ان شاء الله مره اخرى غنبارطاجي معكم يعني شنو كنستعمل بالنهار وشنو كنستعمل بالليل. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم يعني خصصتو غير باش ندوي لكم على هذا سيكابلاست هذه بي ام بي 5 باش ما يكونش طويل ونعطيه كذلك وقته ديال الاستعمال من بعد مده ديال تقريبا شي 3 شهور هذه وانا تستعملها كنستعملها كذلك لبنتي. كنتمنى ان هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. تلقاو فيديو جديد على القناه ديالي. الى اللقاء.